الحين الكويت يعني تعتبر الدولة الرابعة عربيا اللي تصن أو تم ترقيتها إلى أسواق الناشئة، وأيضا الثالثة خليجيا. صح، حلو كلام جميل. لكن في شهر خمسة اللي طاف يعني في بعض الأصوات تقول أن قاعد صار في بالتسويات والمضاربة شوي عملته إجراءات أو شيء، فكانت تضر المضاربين. ليش سويتوا كذي؟ أولا شنو فلسفتنا؟ اسألني شنو فلسفتنا. هل إحنا المضاربة تعريفها هي محاولة إيهام صغار المداولين أن هناك أخبار جيدة على سهم معين، وبالتالي تغريهم بالانضمام لك وترفع بالسهم. هل هذه إشاعات؟ هل هذا اللي تبونه؟ إحنا ما نبي هذا السوق، إحنا نبي سوق منضبط بالضبط، نظم قانون. والتداولات الوهمية هذه كلها عبارة عن احتيال، خلينا نقول، على صغار المستثمرين لسحب أموالهم ومدخراتهم. يعني هذا اللي سويتوه هو حماية للمضاربين أو صغار المضاربين؟ بكل تأكيد. إحنا أولاً هذه الأشياء اللي اتخذناها، القرارات اللي اتخذناها، اللي هي الفصل بين التذبذب بالأسعار اليومي بحدود 20%، وأيضاً التغيير الوحدات السعرية من وحدات بالأفلاس إلى وحدات بأعشار من الفلس، كلها هذه بسبب رغبتنا في الترقية. لو ما قمنا فيها كان اليوم ما قاعد ما تقابلوني، لأن ما كان راح نترقى. فبالتالي إحنا اليوم مترقين لأن قاعد نطبق المعايير الدولية مش معايير المحلية. منا لعلى إن شاء الله. إن شاء الله. آمين. طبعًا شنو هي الدول العربية اللي تتندرج تحت هذه القائمة؟ كم عددها تقريبًا؟ هم أربع دول عربية، ثلاث منهم خليجية بما فيها الكويت. الكويت والإمارات وقطر، والرابعة هي مصر. مصر. نعم. لكن لو تسمحوا لي أشير أن المؤشر هذا فيه تحت 12 دولة، وإحنا صرنا رقم 13. 12 دولة من بينهم مش أي دول: روسيا، الهند، إندونيسيا، باكستان، الصين، يعني دول عظمى. فالحمد لله لما نلقى نفسنا بين هذه الكوكبة الواحد يفرح أنه أنجز شيء.